कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही तू तो ही चाहत तो ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, रब ने बना दी जुदी, हाय फे خدنا حلاوه الحب كله في يوم وليله، انا وحبيبي حبيبي حبيبي، دوبنا عمر الحب كله في يوم وليله، عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شاغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، علينا رحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودبنا فيه، ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. يعني حابب أقول حاجة، كون مؤثر في المجال اللي انت فيه، في الموهبة اللي انت يعني بتبدع بيها، خليك مؤثر في وسط المجتمع، ما تبقاش سلبي، حاول انك انت تشارك في حاجات انت بتقدر تعملها، المشاركة وانك تكون مؤثر دي حاجة جميلة جدا، وحاول انك انت الحاجة اللي ربنا اداها لك تستغلها في حاجة كويسة، ما تكونش بتستخدمها في حاجة مش تمام، يعني استغل مواهبك في انها تكون فعلا مؤثرة ايجابية على المجتمع. وحابب اشكر صديقي الغالي احمد بدر رئيس اتحاد، لان هو فعلا اللي كان قال لي شارك في الحاجه ديت، فكان ده سبب في اللي انا اقدر يعني اعمل اللقاء دوت، وشكرا للاستاذ يعني فعلا اللي ادانا فرصه ان احنا نعمل لقاء زي كده، وشكر لوالدتي ولوالدي ان هم ساعدوني فعلا انا انمي موهبتي واعمل حاجه زي كده. رفيق عادل من كليه زراعه فرقه ثالثه، شاركت في مهرجان المواهب، شاركت بعزف فردي في على البيانو، يمكن كانت ديت اول تجربه ليا ان انا اشارك في المسابقه زي كده، يعني خارج اول مره صراحه، خدت مركز ثالث، يعني ما كنت شاركت قبل كده في مسرح او في مكان او كده قدام حكام، لكن دي كانت اول مره يعني اشارك في حاجه زي كده، وخدت يعني المركز الثالث فيها الحمد لله. انا اصلا يعني حلمي من زمان ان انا اعزف بيانو، ما كنتش بعرف اعزف بيانو خالص، كان حلمي ان انا ايديا تمشي على البيانو وان انا اعزفه كده واطلع حاجه موسيقيه فيه، لكن يعني اشكر ربنا ان انا فعلا قدرت اوصل لدوت واقدر اعزف وكده.
يعني هو انا ليا صديق اسمه جيسون اسحاق، بيعزف بيانو جميل ومن كليه موسيقى وكده، وبيعزف باستمرار، فانا بحب اسمع منه واتعلم منه كده على قناه اليوتيوب. وفي نفس الوقت في الفنان الكبير عمر الخيرت، احب اسمع له واتعلم منه، كنت حتى عزفت حته منه في المسابقه اللي انا خدت فيها مركز ثالث. انا اسمي اميرة عادل، جامعه المنوفيه، كليه زراعه، لسه فرقه تانيه متخصصتش. انا بكتب تقريبا من سنه، يعني في شهر واحد اللي جاي ده هتم سنه ان شاء الله هكون دخلت في مجال الكتابه وبدات اكتب عن القلوب كيان نصوص عظيمه، ونزل في معرض الكتاب 21 وخد بيست سيلر برضو، وفي نفحات من المكنون تبع مبادره مليون كاتب، وده برضو حقق نجاح كبير السنة اللي فاتت. ونهاية السنة كتبت رواية ليا، أول رواية، وهتنزل أونلاين إن شاء الله، اتعمل لها غلاف وهتنزل أونلاين إن شاء الله، اسمها الاحتياج الحقيقي، ديت في نهاية السنة. عايزة أقول إن كل إنسان جواه طاقة جبارة، بس محتاج بس الفرصة اللي يظهر فيها، محتاج اللي يدعمه أو يوصله للناس تدعمه. يعني مثلا انا كنت قاعده في امان الله، لقيت على جروب كليه زراعه مين عنده موهبه او كده، وكان اللي منزلها رئيس الاتحاد احمد بدر، قال لنا، قلت دخلت وقلت له انا وكده، هو دعمني بصراحه، كان في ايفنت اونلاين، وده اللي خلاني افكر في كتابه القصه، فلقيتها حاجه ممتعه. يعني انا كنت بكتب خواطر وسكريبتات وكده، بس قصه باللغه العربيه ما كنتش جربت، بس لقيتها حاجه حلوه وعجبتهم جدا. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا وهذا اللقاء مع احد نجوم المستقبل بكليه التجاره جامعه المنوفيه، الطالب محمد السندبيسي الحاصل على احد المراكز المتقدمه في بطوله البوكس على مستوى الجامعات المصريه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك محمد، الف مبروك طبعا. وكلمني بقى عن البطوله، ازاي شاركت فيها وازاي حصلت على المراكز المتقدمه دي؟ انا يعني بتمرن مع دكتور ياسر الورائي مدرب منتخب الجامعه، كلمني قبل البطوله باسبوع، بدات اجهز بقى ميزان وكده، وبلعب ميزان 51. شاركت في البطولة في الميزان، والحمد لله لعبت ماتشات قد قوية على يعني مستوى الجمهورية كلها، وحققت مركز تاني فضية، وكان ماتش جامد من بطل برضو جامعة القاهرة. الحمد لله انت خدت المركز التاني والميدالية الفضية على مستوى الجامعات، جامعات مصر كلها، من جامعة القاهرة. ده جميل جدا. نعم، مركز بنلعب في طيب في الأولم. طبيعة المسابقة دي كانت فين الأول؟ في المركز الاولمبي من المعادي. الحمد لله بروح اي بطوله بكون متمكن منها، بس نصيب بقى بتاع ربنا، هو التوفيق في الاول وفي الاخر بصراحه. ورحت كان رعايه الشباب هناك ظبطوا معايا الورق بتاع البطوله وكده، وشجعوني ان انا اسافر كده، لان لها دور برضه ساعدت معاك. كابتن محمد حجازي قدم معايا دور كويس، واستاذ وائل قدموا معايا ادوار كويسه، ان ظبطوا لي الورق وكده، ولان البطوله نعرفها في وقت صغير جدا، اللي هو اسبوع قبل البطوله ان انا اجهز. كنت متوقع انك تحصل على المركز الثاني؟ انا كنت رايح يعني بامل الاول. يعني الحمد الله. لله كنت رايح بامل ان انا اجيب اول، بس التوفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. يعني جدي مدرب واهلي يعني كانوا لعيبه فيها وكده، وانا وليا اخ اكبر مني، احنا الوحيدين اللي طولنا يعني في اللعبه دي، احفاد جدا. اخويا لعب بقى ودخل برضو نادي وكده، وانا كنت بروح اتمرن معاه لحد ما بدات بقى في سن الاعدادي اشارك في بطولات تنشيطيه، اخش بطولات منطقه كده. بدات رحت عملت اختبارات في اسكندريه في نادي مؤسسه، اختبرت في الميزان، كنت بلعب ميزان صغير 46، اختبرت اتقبلت فيه، بدات اتمرن معاهم واروح معسكرات كل شهر كده اتمرن، بقيت متابع معاهم يعني، وصلت لعبت معاهم بطولات جمهوريه وبطولات منطقه اسكندريه، خدت بطولات اسكندريه ولعبت بطولات تنشيطيه، ودلوقتي بقى بلعب درجه اولى باسمهم الحمد جميل. لله جميل. يعني اكمل فيها لحد ما اوصل لحاجه كبيره فيها. مفيش حد معين يعني
بس انا بحاول اوصل ابعد مكان في اللعبه دي. جميل جدا. جميل ابعد جدا. مكان اوصل له لحد ما ده بيحتاج ايه؟ تمرين ونفسيتك تتظبط ومعاك ناس بتظبطك من وراك يعني واقفه في ظهرك تدعمك تدعمك في ظهرك دايما وبقى وضغط بقى تمرين كده والمدربين اللي معاك برضو يعني ربنا يكرمني اخش الاول منتخب مصر لعبت تجارب قبل كده واخش منتخب مصر من البطوله الجايه باذن الله اللي هي الانديه والعب بقى لحد ما اوصل للاولمبياد باذن الله 2024. إلهام محمد غنيم وكيل كلية الزراعة زراعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب. والله احنا دورنا الأول بينحصر في اكتشاف هذه العناصر ويمكن شجعتنا فيها عملية الكورونا دي زي ما لها سلبيات لها إيجابيات فعملنا لهم إيفنت كان للمواهب أونلاين فتعرفنا بدأوا المواهب دي تعلن عن نفسها وبدينا إن احنا نعرفهم وبعد ما بدينا ان احنا نعرفهم ونعرف مواهبهم يعني اتحنا لهم الفرصه خاصه لما العمليه انفكت شويه وبقت في لقاءات فبداوا الطلبه يعملوا يشتركوا في مسابقات يعملوا مهرجانات يشاركوا في الجامعه على يعني يشاركوا باسم الكليه في الجامعه في مسابقات والحمد لله احرزوا عديد من المراكز المتقدمه دول ولادنا فبفرح بيهم سواء كانت انشطه فنيه او انشطه رياضيه او ثقافيه احنا كان عندنا برضو الاسبوع اللي فات مسابقه الطالب المثالي تقدم فيها حوالي 24 طالب وطالبه وده عدد كبير ويعني احنا فرحنا بصراحه بهذا الكم من المشاركين ونتمنى لهم جميعا طبعا التوفيق انا عايزه اقول لهم يعني استمتعوا باوقاتكم في الكليه وانهلوا طبعا العلم من اساتذتكم وفي نفس الوقت ما تنسوش نفسكم ان انتوا تحصلوا على حقكم وده حقكم من الكليه ان انتوا تستمتعوا بحياتكم بوقتكم وفي ممارسه الانشطه جميع انواع الانشطه ورعايه الشباب بتدعمكم الدعم الكامل وكلنا كاساتذه بندعمكم كابنائنا وبناتنا وبنتمنى لكم ان انتوا يعني تسعدوا بالكليه دي خاصه ان الكليه معروف ان هي فيها مواهب وهي اصلا بتشجع على المواهب بمختلف انواعها فعايزين الطلبه بتوعنا يكونوا متميزين علميا وثقافيا ورياضيا وفنيا وكل حاجه وبسعد جدا ان الاقي نماذج مشرفه يعني نقابلها في كل الاماكن يعني احنا الاسبوع اللي فات كان في حفل النقابه شفنا بنتنا نريمان كانت مشاركه مع قصر الثقافه في الغناء ونماذج تانية جميله قابلناها برضو بتبقى حاجه كده ايه تساعدنا